وصل الى جده الرئيس جمال عبد الناصر ليجتمع بجلاله الملك سعود عاهل المملكه العربيه السعوديه وجلاله الامام احمد امام اليمن ولتوقيع الاتفاق الثلاثي العسكري بين الدول العربيه الثلاث. وقد صحب الرئيس هذه الرحله القائم مقام انور السادات والدكتور احمد خير السعيد والشيخ احمد حسن البقيري وقائد الجناح علي صبري. وكان في استقبال الرئيس بالمطار جلاله الملك سعود والامير فيصل والامير البدر نائبا عن جلاله والده الامام والامراء السعوديين والوزراء. واقبل العاهل السعودي على الرئيس المصري فصافحه في موده واخاء كما صافح الرئيس المستقبلي. وعزفت الموسيقى السلام الوطني المصري وادت تحيه حرس شرف من الجيش السعودي. ثم فتش رئيس حرس الشرف الذي اعد لاستقباله. وفي السرادق تقبل الرئيس جمال عبد الناصر تهنئة مستقبليه من جميع الهيئات بسلامة الوصول. وصاحب الملك سعود بيته العظيم في سيارة مكشوفة إلى قصر الضيافة بين قطاوة الجماهير البالغة. في داخل القصر التقى جلالة الإمام أحمد بالرئيس المصري فرحب بمقدمه. ودار بين أقطاب العرب الثلاثة حديث يثيره الإخاء والمودة وذلك بحضور كبار الشخصيات السعودية واليمنية والمصرية. وفي المساء أقام الملك سعود حفلة استقبال الكبرى في قصره الخاص تكريما للرئيس جمال عبد الناصر. وتقدم رجال السلك السياسي وكبار الشخصيات السعودية إلى العاهلين الكبيرين حيث قدموا تحياتهم. وبعد ذلك صحب جلالة الملك بيته العظيم إلى قاعة الطعام حيث أقيمت المائدة الرسمية الكبرى التي دعي إليها أصحاب سمو الأمراء ومرافق الرئيس والوزراء ورجال السلك السياسي. وألقى الشعراء كلمات الترحيب برؤساء العرب الذين وهبوا حياتهم لخير العرب والعروبة. وأقبل أنجال العاهل السعودي يحيون الرئيس ويرحبون بقدومه. وفي المساء زار الرئيس جلالة الإمام أحمد في قصر الضيافة حيث اجتمع بعض الوقت لحضور الامير البدر ولي العهد والقائم مقام انور السادات والشيخ احمد حسن البقيري والدكتور حسن بغدادي. وفي صباح اليوم التالي تم الاجتماع التاريخي بين الملك سعود والامام احمد والرئيس جمال عبد الناصر في قصر الضيافه. وشهد الجلسه التاريخيه تعني الجانب المصري الدكتور احمد خير السعيد وقائد الجناح علي صبري والاستاذ عبد الوهاب عزام. عن الجانب السعودي سمو الامير فيصل والشيخ يوسف ياسين. وعن الجانب اليمني الامير البدر والقاضي العمري والسيد عبد الرحمن ابو طالب. ووقع الاقطاب الثلاثه الاتفاق العسكري الثلاثي توكيدا لميثاق جامعه الدول العربيه وتوكيدا لاخلاص الدول المتعاقده لمبادئه ورغبتهم في زياده وتوثيق التعاون العسكري بينها حرصا على استقلالها ومحافظه على سلامتها وصيانه الامن والسلام وفقا لميثاق الامم المتحده. في المساء قام الرئيس المصري مأدبة إفطار بدار السفارة المصرية تكريما لصاحبي الجلالة الملك سعود والإمام أحمد دعي إليها كبار الشخصيات السعودية واليمنية والمصرية. وصاحب الرئيس جمال عبد الناصر ضيفيه العظيمين إلى مأدبة الإفطار بين الخطاوة البالغة والتكريم. بعد انتهاء المأدبة ارتدى جمال عبد الناصر ومرافقيه ملابس الإحرام لقضاء العمرة والطواف حول الحرم الشريف. ورافق سمو الأمير فهد الضيوف الكرام في هذه الزيارة الكريمة. وفي الكعبة الشريفة طاف جمال عبد الناصر وصحبه ثم سعوا بعد ذلك بين الصفا والمروة داعين للعرب بالنصر والتأييد. وفي صباح يوم العودة التقى الرئيس بأخيه الإمام أحمد بوداعه وتوكيد أواصر الأخوة والتعاون بين العرب.
وصحب الملك سعيد ضيفه العظيم الى المطار حيث جرى الاحتفال الرسمي لتوديعه بين هتافات الجماهير بحياة العاهلين العظيمين.